هل بالفعل أستاذ محمد بأن المقاومة لن تسمح بصفقة أقل من وفاء الأحرار؟ شوف، هذا قيد آخر. يعني شوف، كما أنا ذكرت في السابق، قلت لك إحنا قيادة أنفسنا بمعايير، وحكومة الاحتلال قيادة نفسها بمعايير بعد قانون شنغار. لذلك تصور أنه كلا يعني الطرفين في وضع مأزوم، يعني بالتنازل عن من 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 فوق الشجرة، عمه هو السقف التوقعات، يعني السقف الأماني ده لأنه كم أيضا عندنا الأسرى في السجون سقفهم عالي جدا، يعني بعد يعني سرقة شريط يعني وعدوا بولاد كثيرة. وصور إنه خاصية المقاومة لا تسمح بهذا السقف العالي والأمنيات الكبيرة للمقاومين للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الغلة من الجنود الإسرائيليين العسكريين الإسرائيليين أحياء. يعني هناك تكون معلومة واضحة جدا أن هؤلاء أحياء في يد المقاومة الفلسطينية، وهذه العملية لا تتم إلا خلال مواجهة مباشرة برية. والله هي هذا، شوف العمل العسكري متنوع وله فنون كثيرة، سواء مواجهة واسعة، سواء كما حدث مع شريط اقتحام تحت الأرض. يعني هذه بس تبع يعني التفكير العسكري والمقاومة والفصائل المقاومة. هل عندهم هم هل هناك في تحدث قبل السابق عن موضوع انه سوف نزيد من غلتنا في هذا الموضوع، وهذا هو الرأي الصحيح. يجب ان نزيد من الغلة التي في يد المقاومة حتى تكون ورقة ضغط كبيرة وتشكل رأي عام داخل الاحتلال. أستاذ محمد، ربما تشتعل المواجهة بين غزة والاحتلال الإسرائيلي، ولكن السبب ليس الجنود الأسرى الموجودين في قطاع غزة، ولكن الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمات يعني من حكومة نتنياهو الجديدة عبر المتطرفين في هذه الحكومة. اليوم الوعود بالانتقام من الأسرى الفلسطينيين، هل تشعل مواجهة؟ أكون معك صادق معك، يعني شوف حسابات السياسة حسابات كبيرة جدا. المقاومة وحماس لم تعد كما كانت في السابق، متحللة كل التقيات والقيود السياسية الإقليمية في المنطقة. وجود حماس كحاكم في قطاع غزة يعني ألقى عليها أعباء كثيرة وتقييدات كثيرة داخلية وخارجية وبالذات إقليمية. لذلك ليس من السهل خوض معركة، لكن قد تكون هذه من يعني من أسباب تجبر المقاومة إجبارا على خوض معركة كبيرة جدا تتجاوز الحسابات الإقليمية كلها. يعني تدرك ماذا أقول، تتدارك الحسابات الإقليمية سواء مصر أو قطر ويعني ومعاييرهم وحديثهم الداخلية المباشرة. لذلك يجب أن ندرك أنه اشتعال المعركة ليس سهلا. تجربتنا في المعركة الأخيرة اتخذت الجهاد الواحد أيضا تدي، وهذه أعطت احترام يعني لكل المحللين السياسيين، قد أكون يعني اختلف مع البعض، أعطت إسرائيل إشارة سلبية أنه قد تخوض معركة مع طرف دون طرف. هذه إشارة سلبية يعني من السلبيات الكبيرة جدا، وإن تحدث بعضها أنها كانت يعني تفكير إيجابي، تفكير بعيد، تفكير على مستوى عالي جدا. هذا يعني ليست الأمور يعني تسير يعني بهذا التفكير. العدو لا يفكر بالطريقة، يفكر أننا صار إذا خذ معركة لواحد مع الجهاد لوحده، مع حماس لوحده، مع الألوية لوحده، هكذا يفكر وكذا يعرض المسألة. وكذا كان تقدير الاستخبارات العسكري الإسرائيلي السياسي لنا اتجاه، نحن نجحنا في وضع جهة دون جهة، خذ معركة مع جهة دون جهة. لذلك شوف يجب أن يكون قرار سياسي عسكري موحد. أنا أتصور أنه من سوف يشعل المنطقة والسياسات الأمنية داخل الضفة الغربية، يعني مقاومة الضفة الغربية إذا اشتد عودها وبدت يعني وإسرائيل أدركت أنه
يقف على هذه المقاومة، مقاومة غزة مع موضوع الأسرى، قد نجد يعني معركة واضحة جدا. مع أني أنا تحليلي